قبل 4 أشهر من الاقتراع، المفوضية ترجح تجاوز المرشحين عتبة 3000 وتستبعد تمديد تحديث بيانات الناخبين. في موعد أقصاه نهاية تشرين الثاني، المالية توجه بإنهاء إدارة المؤسسات بالوكالة، والدولار يواصل ارتفاعاته في الأسواق. عبر الرابعة، طلاب المجموعة الطبية على نفقة الدفاع يشكون عدم صرف رواتبهم، والناتو يعلن توليه مهام إضافية في العراق. تتابعون في نشرتنا أيضا، لإجراء صيانات طويلة الأمد، الكهرباء توقع عقدا مع شركة سيمنز، وربط مع الأردن يرى النور نهاية الشهر الجاري. من العناوين إلى تفصيلات النشرة، أهلا بكم. والبداية من ملف الانتخابات، توقعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسجيل 3000 مرشحا لخوض انتخابات مجالس المحافظات. وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل أن المفوضية تلقت حتى الآن 222 ترشيحا للانتخابات، وتتوقع أن يصل العدد النهائي لما يزيد عن 3000، مشيرا إلى أن المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة هم من صدرت ضدهم أحكام أو من قدموا شهادات دراسية مزورة أو قاموا بمخالفات في الدعاية الانتخابية، وهؤلاء سيمنعون من الترشيح. هذا وقالت المفوضية العليا أن أي تمديد لمدة تحديث الناخبين سيؤثر في موعد إجراء الانتخابات. مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية داود سلمان خضير قال أن تحديث بطاقة الناخب مرتبط بجدول زمني يؤثر بشكل كبير على المراحل المتتالية من الاستعدادات الخاصة بالانتخابات. ولفت خضير إلى أن هنالك خطوات ما بعد تحديث سجل بيانات الناخبين تتطلب المحافظة فيها على وتيرة العمل والالتزام بالتوقيتات. يطالب العرب والتركمان في كركوك بتحقيق التوازن المكوناتي ضمن مفوضية الانتخابات هناك، إذ يحرص كل مكون في المحافظة على ضمان نزاهة عملية الاقتراع. استياء واضح من عدم اتخاذ إجراءات حقيقية تجاه مطالب المكونين العربي والتركماني التي تعطي الضمانات بنزاهة العملية الانتخابية ضمن انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. تدقيق سجل الناخبين والتوازن المكوناتي ضمن مكتب مفوضية كركوك والخروقات غير المنصفة هي أبرز مطالب المكون التركماني. لحد الآن لا يوجد توازن في إدارة المكتب، والقومية التركمانية مهمشة تماما في إدارة هذا الملف. وأيضا موضوع سجل الناخبين فقرة مهمة تم ذكرها في قانون الانتخابات، لا يوجد أي خطوة فعلية من المفوضية العليا للانتخابات حول هذا الموضوع. كركوك مهمة، كركوك مصيرية، نطالب المفوضية العليا ببيان الخطوات التي يعملون من أجل إخراج سجل ناخبين يمثل أهالي كركوك. تقويم عمل مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك لتحقيق الشفافية دون الولاء لمكون على حساب المكونات الأخرى هو ما يطالب به المكون العربي، سيما إن مرحلة تحديث البيومتري لم تبتعد عن العراقيل المفتعلة في المناطق العربية كما يقولون. سيطرت جهة قومية واحدة على مقدرات هذا المكتب انعكست من خلال بدء العملية الانتخابية الجديدة، وخاصة مرحلة التحديث التي حدث تلكؤ وتباطؤ في عملية التحديث وخاصة في المناطق العربية. في حال بقاء هذه السيطرة أنا أجزم أنه سوف تنعكس على مجريات الانتخابات القادمة، ويمكن أن تشهد نفس عمليات التلاعب بالأصوات وعمليات التزوير المنظمة، وأيضا أن يكون هنالك تقويم وهيكلة لمكتب كركوك، وأن يكون هناك تقاسم حقيقي للسلطة. أهمية انتخابات مجالس المحافظات هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقاتها، يقول مراقبون إنها ستكون معركة انتخابية شرسة حول من سيمثل المدينة. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة.
إذن مشاهدينا الكرام، ملف الانتخابات نناقشه مع رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات الدكتور عماد جميل. أهلا ومرحبا بك دكتور، ضيفا كريما على شاشة الرابعة. بداية، 4 أشهر هي الوقت المتبقي تقريبا عن الاقتراع المحلي، لو وضعتني بآخر تفاصيل واستعدادات المفوضية لهذا الاستحقاق تفضل. نعم، مساء الخير عليكم. بالحقيقة الواقع المفوضية مستمرة في عملها وإجراءاتها وتطبيقها لمضامين جدول عملياتها، فانتهت عملية تسجيل التحالفات، والآن هذه التحالفات تقدم قوائم بمرشحيها في كل المحافظات، وقد شهدنا اليوم تقريبا إقبال من قبل هذه القوائم، بالإضافة إلى ذلك دفع المبالغ المختصة في الرسوم والصكوك وغيرها تعطينا استحداث إجراءات في الحقيقة. وبذلك شاهدنا الآن بعملية الترشيح الفردي، وصلنا إلى ما يقارب 63 مرشح فردي، وتجاوزنا أيضا أعداد كبيرة من المرشحين بالنسبة للقوائم والأحزاب اللي مقدمة بالمحافظات كافة. طبعا والخمسين تحالف، قسم من هذه التحالفات يقدم قوائم على جميع المحافظات، وهنالك 5 من هذه التحالفات راح نشهد قوائمها متواجدة في كل المحافظات المشمولة بمجال المحافظات، وهنالك قوائم مرشحت في 10 محافظات الوسط والجنوب، وقوائم في المنطقة الشمالية والغربية، وأعتقد هذه ضمن الرقعة الجغرافية الانتخابية لقواعدها الجماهيرية والشعبية. أما بالنسبة لتحديث سجل الناخبين، لا زال الإقبال مستمر، وأن قرار مجلس المفوضين كان في محله بالنسبة لتمديد فترة التحجيز، واليوم أيضا وصلنا يعني عبرنا 1,900,000، وأعتقد ما تبقي من فترة التحجيز سنصل لتحديث بيانات 1,000,000 إن شاء الله. طيب دكتور، وأنت يعني تتحدث عن فترة التمديد، يعني الأحد المقبل على حد علمه هو آخر يوم لتحديث البيانات، ما فرضية أن يكون هناك أيضا تمديد آخر، وكيف ستؤثر هذه التمديدات على عمل المفوضية؟ تفضل. طبعا احنا اي تمديد في اي مرحلة راح يكون ضغط على الجهات الفنية والموظفين المختصين في هذا الإجراء. صارتين احنا لما ننتهي من عملية التحالفات وتقديم المرشحين، هنالك قرعة لقوائم التحالفات والمرشحين والأحزاب منها رقما تقود به الانتخابات في ورقة الاقتراع، وبعد ذلك راح نصمم ورقة الاقتراع، وورقة الاقتراع الكل يعني هي تطبع خارج العراق لمحاذير أمنية، وهذا يحتاج في الحقيقة وقت، لكن نضغط على جهود موظفينا في سبيل نقدم خدمة ومشاركة واسعة للمشاركين في العملية السياسية والانتخابية. بالإضافة إلى هذا، بالنسبة لسجل الناخبين نحاول نرفع من عدد المحدثين بياناتهم حتى يكون مسموح لهم بالمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة. ممتاز. ورفع نسبة المشاركة، وهذا هو هدف الجميع، والحقيقة هي مسؤولية تضامنية، لكن بمقدور أخوان الموجودين والعاملين في مراكز التسجيل والعمليات والجهات المعنية أن تنجز عملها مضاعف في سبيل إنجاز أفضل ما يمكن لتطبيق جدول العمليات. طيب دكتور، يعني بعدد تقريبي لغاية الآن كم بلغ عدد التحالفات المسجلة رسميا لدى المفوضية؟ لا، ليس تقريبي، وإنما عدد دقيق في الحقيقة. هم 50 تحالف، و33 من هذه التحالفات هي تسجيل جديد يشترك للانتخابات لأول مرة، وهنالك 17 تحالف واشترك في انتخابات 2021 و2018. هذه التحالفات ضمت في طياتها وتحالفاتها 198 حزب. ممتاز. من مجموع 296 حزب، أما الأحزاب المتبقية والبالغ عددها 98 اللي ما انضمت تحت هذه التحالفات ستقدم مرشحيها بقوائم منفردة. إذن طيب دكتور، يعني المحاكاة الأولى متى من المقرر أن تنطلق، وهل أكملت الاستعدادات بشأنها؟ نعم، هنالك استعدادات لإجراء المحاكاة في الثلث الأول من شهر أيلول إن شاء الله، وهذه المحاكاة راح تكون محطة واحدة في كل مركز تسجيل، مراكز التسجيل المنتشرة بعموم العراق البالغ عددها 906 اللي راح تنشمل بانتخابات مجال المحافظات، وايضا هذا بالنسبه للتصويت العام، محطات التصويت العام، اما محطات التصويت الخاص ايضا راح يكون لها تجريبي في كل مكتب محافظه محطه واحد، واحنا نمتلك 19 محافظه بما فيها محافظات اقليم كردستان اللي راح يجري بها تصويت خاص للنازحين. شكرا لك على كل هذه الايضاحات والمعلومات الدقيقه، كنت معي رئيس الفريق الاعلامي في مفوضيه الانتخابات الدكتور عماد جميل.
نفت السفيرة الأمريكية في العراق إلينا رومانوسكي وجود أي مانع أمريكي من زيارة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى واشنطن. وقالت رومانوسكي أن السوداني سيذهب إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة الاتفاق على جدول يلائم تواريخ القيادات في بغداد وواشنطن لتكون الزيارة مناسبة للطرفين. شدد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني على ضرورة الإسراع بتطبيق بنود الموازنة. السوداني خلال لقائه النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي أكد أهمية استمرار التنسيق الفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والإسراع بتشريع قوانين رصينة، مشيرا إلى أهمية التركيز على القوانين المشجعة على التنمية الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن تنشيط الصناعة وخلق فرص عمل مناسبة للشباب. وجهت وزارة المالية بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة. وبحسب وثيقة لوزارة المالية دعت الحكومة إلى الالتزام بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه نهاية تشرين الثاني المقبل، مع إيقاف الدائرة المعنية جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور. قرر البنك المركزي يشمل المعتمرين بتسلم حصة الدولار نقدا وبمقدار 3000 دولار، بالإضافة إلى إمكانية تراكم تسلسلات العملات النقدية. وتضمنت وثيقة صادرة عن المركزي العراقي جملة توجيهات من التوصيات الموجهة للمؤسسات المختصة ببيع العملة الأمريكية، ومن بين هذه التوصيات التأكيد على المصارف المجازة والمؤسسات المالية باستحصال بصمة وتعهد مكتوب من الزبون بشأن صحة الوثائق والمستمسكات الشخصية لحين إكمال تطبيق النظام الإلكتروني. لم يقتصر تأثير ارتفاع الدولار على قطاع اقتصادي معين، بل شمل قطاعات مختلفة، لا سيما وأن أغلب التجار يشكو من الإجراءات البيروقراطية داخل المنصة الإلكترونية. باتجاهات مختلفة يذهب تذبذب سعر الصرف بالتأثير على الواقع الاقتصادي. الصناعة الداخلية أحد الأوجه لهذا التأثير إثر الحاجة إلى استيراد المواد الأولية وفق العملة الأجنبية التي يتفاوت فارق قيمتها بين السعر الرسمي والموازي بأكثر من 20 مرتبة. اليوم الصناعي العراقي يعاني من مشاكل عدة، أهمها سعر الصرف ويعني حوالات وما شابه. اليوم الصناعي العراقي من يدز مثلا دولار او عنده فواتير خارج العراق، هاي فواتير المواد الاوليه، يعني هاي المواد الاوليه توجد داخل العراق، فيحتاج عند التاخير حيشكل عبء كبير ويشكل خساره على الصناعي العراقي وعلى المصانع العراقيه. سياسة البنك المركزي باتباع المنصة الإلكترونية لإجراء عمليات الاستيراد والتحويل المالي، عملية هي الأخرى ولدت عوائق كبيرة أمام الصناعيين، واضطرت أغلبهم للجوء إلى السوق الموازي لإجراء العمليات المالية بسبب تمدد إجراءات التدقيق داخل المنصة لأكثر من شهر. أزمة الدولار والحوالات المصرفية أدت إلى إغلاق أغلب المصانع، لأنه الحوالة تتأخر من 17 إلى 20 يوم يلا توصل للمستفيد الطرف الآخر، وإضافة إلى 10 أيام تتحمل المواد الأولية صارت شهر لما توصل للمصانع. إحنا مصانعنا يعني إذا توقف المعمل لمدة أسبوع الشهر كله يعتبر خسارة، فدنعاني من هاي المشكلة حقيقة. يعني نطلب من الجهات المعنية تنظر الحوالات المصرفية للقطاع الصناعي الخاص. وفي آخر مسببات ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار بحسب البنك المركزي استمرار عمليات التهريب والمضاربة المالية التي يجريها ضعاف النفوس. وعلى اختلاف الإجراءات الحكومية أزاء ملف الدولار، لم تنجح إجراءات البنك المركزي في تطويق هذه الأزمة، ما أخذ في تداعياتها بالتأثير المباشر على الواقع الاقتصادي. مصطفى الوش، الرابعة، بغداد.
في سياق آخر، اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني نظيره الديمقراطي بعرقلة التوافق بين الإقليم والحكومة الاتحادية. وقال عضو الاتحاد الوطني أحمد الهركي أن الديمقراطي يعكف على التصعيد مع بغداد لضمان استمرارية تفرده بالقرار داخل الإقليم. ولفت الهركي لأن الإقليم يمر بأزمة ثقة بين الشارع والحكومة هناك بسبب الإخفاقات المتتالية في مسألة إدارة العمليات السياسية. تدور الخلافات بين الأحزاب الكردية بحلقة مفرغة دون التوصل إلى أي نتيجة، إذ لم تكن الحوارات والمفاوضات التي يقطعها الحزبان كفيلة بإيجاد مخرج من نفق الانقسام. هي نفسها خلافات الأحزاب الكردية فيما بينها لم تتغير. الديمقراطي والاتحاد الكردستاني قد قطعوا أشواطا كثر من الحوارات، ولكنهم عادوا بعدها لنفس المشكلة التي تفاوضوا على حلها بلا مخرجات لبوادر تصالح وبناء علاقة جديدة. أنا أعتقد خلال يعني الفترات السابقة كان هنالك مشاورات أو اتفاق، يعني ربما يعني مشاورات معمقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يعني الاتحاد الوطني والبارتي. ولكن لاحظنا أنه هنالك دائما تعنت من قبل الحزب الديمقراطي في موضوع التوزيع وتقاسم الثروات، حتى موضوع التقاسم العادل للسلطات في داخل الإقليم. الارتباط السياسي لموقف الإقليم مع المركز اتحاديا وسياسيا هو متشتت وليس ثابتا، أي إن القرار الكردي متوزع في مفاوضاته على رؤية الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، وهذا ما جعل ملفات الكرد بعيدة عن الحل. عندما لا يكون القوتين الأساسيتين مع بعض نرى إن الكثير يريدون الانتقاص من إقليم كردستان ومن حقوقه الدستورية، ورأينا ذلك واضحا في الجلسات التي كانت تناقش إقرار الموازنة. رأينا أنهم لم المناوئون والملاحظون لحكومة إقليم كردستان ولإقليم كردستان ولشعبها لم يفرقوا بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. ومع كثرة المبادرات السياسية التي قام بها ائتلاف إدارة الدولة لإصلاح وضع علاقة الكرد الداخلية، إلا أن أكبر أحزاب الإقليم مصرة على إبقاء هذه العلاقة فيما بينها دام الأمر يتعلق بتقليل طموح الشراكة في إدارة الإقليم من طرف لصالح الآخر. الخلاف الكردي الداخلي المستمر ما بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني قد أضعف من القرار السياسي للإقليم في مفاوضاته مع الأحزاب السياسية في بغداد، يقول مراقبون. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. أعلنت شركة دي أن أو النرويجية استئنافها بشكل جزئي إنتاج النفط من حقل طوقي في إقليم كردستان العراق. الشركة في بيان أكدت إنتاجها النفط للسوق المحلية بسعر مخفض مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي للتصدير. وكانت شركة دي أن أو أوقفت إنتاجها في كردستان العراق حينما أغلقت تركيا خط أنابيب للتصدير بعدما ربحت بغداد قضية تحكيم في غرفة التجارة الدولية. خسائر بملايين الدولارات يتكبدها العراق بسبب وقف صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي. يأتي ذلك في وقت تضع أنقرة شروطا مختلفة مقابل تصدير النفط العراقي. ستة شروط وضعتها تركيا مقابل إعادة تصدير النفط العراقي عبر أراضيها، ومن بينها دفع التعويضات المترتبة عليها وإيقاف المقايضة بين نفط بغداد وغاز طهران وتحمل تكلفة إصلاح الأنبوب النفطي المشترك بين البلدين. مراقبون يرون أن تلك الاشتراطات التعجيزية هدفها الضغط على السلطات العراقية. تركيا تحاول أن تمارس بعض الضغوط على الحكومة العراقية، ومنها إلغاء القرارات التي تخص دفع مبالغ للحكومة العراقية، وأيضا هي تطالب الحكومة العراقية بأن يتم بيع النفط إلى تركيا بسعر أقل من السعر الرسمي
كي تستفاد تركيا. تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم بعد تسلمه بالكامل في وقت سابق، بينما ينتقد مراقبون إخفاقات الجانب العراقي المتكررة في معالجة أزمة استئناف تصدير نفط كردستان المتوقف منذ 80 يوما. للأسف الشديد هذه الشروط لا تجابه بعناد المفاوض العراقي وبصبر المفاوض العراقي وبقوة ومحاورة المفاوض العراقي. للأسف الشديد يعني ليس في هذا المجال، في كل المجالات لاحظنا عندما يذهب المفاوض العراقي، أنا أشكل على المفاوض العراقي عندما يذهب يجب أن يكون متمكن من أدواته، يستطيع أن يجادل ويناقش حتى ينتزع المصلحة الوطنية. وخسر العراق ملايين الدولارات منذ توقف صادراته النفطية من الحقول الشمالية، فضلا عن خلق أزمة اقتصادية يتكبدها الإقليم باعتباره الخاسر الأول من القرار. جملة من المفاوضات جمعت الوفدين العراقي والتركي، إلا أن الطرفين لم يتوصلا لأي اتفاق حول استئناف تصدير نفط إقليم كردستان مجددا عبر ميناء جيهان. من العاصمة بغداد، فقار فاضل، الرابعة. يشكو طلاب المجموعات الطبية الدارسين على نفقة وزارة الدفاع من تأخر صرف رواتبهم، وبحسب ممثلي طلبة المجموعة الطبية الدارسين على نفقة الدفاع لم يتسلموا رواتبهم منذ سنة ونصف رغم استحصالهم موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع على الصرف، مطالبا بإنصافهم ضمن موازنة العام الحالي. وفي وقت سابق أوعز القائد العام للقوات المسلحة بقبول طلاب كليات المجموعات الطبية بالدراسة على نفقة وزارة الدفاع، وبحسب وثيقة صادرة في آيار الماضي أن وزارة الدفاع وضعت خطة لمدة 5 سنوات من قبل مديرية الأمور الطبية العسكرية لاستيعاب العدد المقبول من الطلبة على نفقة وزارة الدفاع حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة. إذن للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو السيد حمزة سليم، ممثل عن الطلبة الدارسين على نفقة وزارة الدفاع. أهلا بك يا حمزة. بداية، ما هي المشاكل التي يعاني منها الطلبة الدارسين على نفقة وزارة الدفاع، ومن يتحمل المسؤولية من عدم صرف الرواتب لسنة ونصف؟ تفضل. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للقناة الرابعة على إتاحة الفرصة. أنا اسمي حمزة سليم متعب، أحد الطلبة الدارسين على نفقة وزارة الدفاع المجموعة الطبية صنف الطبابة العسكرية. احنا حصلنا الأوامر الوزارية بالحكومة السابقة، وراها صارت توقف من قبل رئاسة الوزراء إلى حين إصدار الأوامر الإدارية. ورا ما صدرت الأوامر الإدارية كان أكو بند بأنه يتم صرف الرواتب للطلبة الدارسين عند أقرار الموازنة الاتحادية. مثل ما تعرفون الموازنة تأخرت لما انطلقت، وإحنا ظلينا يعني ما بيدنا شيء ننتظر إلى حين أقرار الموازنة. تفاجئنا قبل تقريبا أسبوعين، طبعا ورا ما راجعنا سلسلة المراجع مالتنا، بأنه إحنا ما موجودين بالوزارة، فقرتنا ما موجودة. مع العلم يعني أنه إحنا عددنا مو هو بالشيء الكبير، يعني احنا 1384 ومن عندنا ضباط يعني حاليا دا ينتظرون المرسوم الجمهوري يعني حتى ياخذون رتبتهم. المنشور الاخير اللي نزلته الوزاره بانه راح يتم صرف الرواتب بالنسبه للضباط، اما احنا الطلاب فالى بحث اخر. فالى بحث اخر صار 19 شهر، انا مستلم الامر الاداري يوم 14/2/2022 ومباشر بنفس اليوم. صار 19 شهر 6، ومثل ما تعرفين يعني ماكو شيء سهل. طيب بماذا توضح اليوم وزارة الدفاع عدم دفع الرواتب للطلبة الدارسين على نفقتها بالرغم من موافقة رئيس الوزراء كما ذكرت؟ هو كتاب رئيس الوزراء باعتبار السلطة الأعلى، يعني هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. كتابه ما تنفذ، ما أخذ يعني ما دخل حيز التنفيذ.
فحاليا معالي الوزير قال بأنه راح تنصرف رواتبكم فيما بعد، بس فيما بعد هذا الشيء غير مؤكد، يعني احنا ما نعرف، احنا اللي نعرف انتهاء السنة المالية بشهر العاشر، يعني ممكن نتأجل على 2024 والله أعلم يمكن على 2025، فاحنا نريد حل سريع بالنسبة لـ طبعا أنا أعتذر من الوزارة بأنه طالع، بس ما ظل حل معالي الوزير سيادة الفريق رئيس أركان الجيش، يعني ما ظل حل. طيب هل قابلتوا سيادة الوزير بشكل مباشر أو مثلا ممثل عن حضراتكم قام بمقابلته أو مقابلة المكتب الرئيسي لسيادة وزير الدفاع؟ أكيد ست، احنا عندنا 4 ممثلين، زيد حيدر ورسول الطائي طبعا مشكورين وحارث، ما خلينا مكان، يعني لجنة الأمن والدفاع اللي هي تمثلنا بقبة البرلمان، سيادة وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، وعندنا كتاب هذا نازل يعني مؤكدا هاي الجملة اللي تخصنا، مؤكدا على حرص الوزارة على صرف كافة مستحقاتهم المالية عند انطلاق الموازنة الاتحادية وبأثر رجعي. انطلقت الموازنة، وين حقوقنا؟ وين الأثر الرجعي؟ وإحنا طلاب يعني على قد حالنا، من عندنا يعني مع احترامي للكل، أنا طبيب يعني أنا أشتغل قبل الدوام ورا الدوام، واستغل العطلة، يعني الحالة كل صعبة، وطبعا قبل لا أجي هاي أحب أوضحها، واحدة من الطالبات وصتني بأنه أقول هذا، قالت لي حمزة السنة أنا ما راح أقدر أدوم، ما أقدر أدفع قسط، لأن أنا وأهلي متأملين الوزارة وآلاف من عدها، إحنا 1300 كنا أملنا على هذا الموضوع. أعانكم الله. طيب حمزة، يعني لو سمحت لي، هل سبق وأن حصل مع وجبات من الطلبة سابقا بعدم صرف مستحقاتهم لفترات طويلة كالفترة اللي ذكرتها حضرتك؟ لا أبدا. إذن هذه أول وجبة؟ هاي أول وجبة، هي شيء يعني يصير ويانا، صار 19 شهر يعني ما خلينا واحد ما رحنا له، وإحنا الوجبة الوحيدة اللي هي ويانا، القبلنا لا استلموا، يعني أنا القبل بأسبوع استلم. طيب هل لديك أي مناشدة أخيرة عبر الرابعة لعل أن يكون هنالك صوت يستمع إليكم يا حمزة؟ والله إن شاء الله إحنا نناشد آبائنا، يعني أناشد السيد رئيس أركان الجيش المحترم الفريق عبد الأمير يار الله، والسيد عباس الزامل اللي هو يمثلنا بقبة البرلمان، هو رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، وأناشد على رأس الكل القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شاع السوداني، احنا ولدكم وما عدنا غير حل، واحنا من يعني عدنا امل بوزارتنا، واحنا ولد وزارة عريقة، يعني وزارة الدفاع مر عليها الاف الابطال، ننتظر البشارة من عدكم بتحديد بانه فترة استلامنا ما تتعدى شهر التاسع، يعني واتمنى الاجابة قريبة، يعني ويعني ما ظل شيء نقوله بغير بس مروتكم ويانا إن شاء الله حمزة، أن تصل هذه المناشدة في المكان الصحيح وللأشخاص الصحيحة. كنت معي حمزة سليم، ممثل عن الطلبة الدارسين على نفقة وزارة الدفاع. أعلن حلف الشمال الأطلسي الناتو توليه مهمات إضافية في العراق، بينها أدوار استشارية وبناء قدرات القوات العراقية. قال الحلف في بيان أن النشاط الإضافي سيجري بالتكامل مع الدعم الذي توفره دول ومنظمات دولية أخرى، مؤكدا في الوقت نفسه أن أنشطة الناتو كافة تنفذ بناء على طلب العراق وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة البلاد وسلامة أراضيها.
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن مقتل قيادات مهمة في الصف الأول بداعش في اختراق نوعي بكركوك. وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر وتوت أن سلسلة الضربات الجوية الأخيرة في كركوك كانت نوعية من خلال استهدافها مضافات تشكل نقاط مهمة لقيادة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن ضربة قيادات الصف الأول في داعش أحبطت عمليات إرهابية كانت تهيئ في محافظة كركوك وصلاح الدين وديالة. أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الشروع بتنفيذ خطة زيارة الأربعين الأسبوع المقبل. الشمري وخلال مؤتمر صحفي في كربلاء المقدسة أضاف أن الاجتماع ناقش تأمين طريق الزائرين وتقسيم وتوزيع المسؤوليات، فضلا عن تأمين الطريق من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة بكامل خدماته، مشيرا إلى وجود طائرات مسيرة ضمن خطة تأمين زيارة الأربعين، وأن خطة زيارة الأربعين هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة. احنا اليوم في محافظة كربلاء لمناقشة آخر الاستعدادات الأمنية والخدمية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مثل ما تعرفون الآن إحنا في بداية التوقيتات الأخيرة وبدأت الزيارة تقترب لدخول الزوار إلى محافظة كربلاء في العشرة أيام الأولى من شهر صفر. ناقشنا آخر الاستعدادات الأمنية، ناقشنا تقسيم وتوزيع المسؤوليات على طول محاور تنقل الزائرين. هذه الزيارة راح تختلف الخطة الأمنية عن باقي السنوات السابقة، حددت مسؤوليات لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة الحج الشعبي وجهاز الأمن الوطني والمخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى، وكان هناك تحديد لهذه المسؤوليات تحت أمرة قيادة عمليات كربلاء. ناقشنا موضوع الإسناد والاستطلاع الجوي اللي راح يكون وتحديدات الطائرات المسيرة في خلال هذه الزيارة، الأعداد الكبيرة اللي راح تدخل من خلال المحاور اللي موجودة في هذه السنة. راح تختلف الزيارة عن العام الماضي، طريق من محافظة النجف ومن مطار النجف اتجاه كربلاء المقدسة مؤمن ومتكامل من ناحية الخدمات والأمن. من جهته قال محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي أن جميع منافذ الدخول إلى المدينة المقدسة قد وسعت، مشيرا إلى إنشاء طرق جديدة داخل المحافظة، وأن خطة زيارة الأربعين ستكون مرنة. توسعت كل منافذ مداخل محافظة كربلاء المقدسة، فضلا عن إنشاء طرق جديدة داخل المحافظة ومرات وساحات سهل كثيرا حتى على الخطة الأمنية. الآن لا توجد هناك قطوعات ابتداء خطة مرنة، تكون هناك انسيابية في حركة الزائرين. نعمل جاهدين بشكل مباشر مع اللجنة العليا أن تكون هناك في المستقبل بإذن الله تعالى أكمال دوار الإمام الحسين الأول، وكذلك إنشاء الساحات الجديدة، فضلا عن أنه اليوم طبعا الحمد لله كان هناك عرض رائع جدا ومركز لكل الآليات، الخطة الأمنية بكل تفاصيلها، الخطة الخدمية بكل تفاصيلها، سواء كانت نقل أو صحة أو خدمات عامة. والحمد لله إحنا فريق عمل واحد وإيد وحدة، نقول لزوالنا الأكارم من كل مدينة ومن كل بلد حياكم الله. كل الأماكن الموجودة في المحافظة يجب أن تكون هناك، سوف يكون هناك لجنة تفتيشية على إجراءات السلامة، يجب أن تكون هناك المطافئ موجودة ستخضع لتفتيش من اليوم، راح يبدأ مع فرق الدفاع المدني واللجان التفتيشية بالمحافظة. أصدرت وزارة الكهرباء توضيحا بشأن عقود استثمارية سابقة سببت هدرا بالمال العام. وذكرت الوزارة في بيان أن ما ذكره تقرير ديوان الرقابة المالية هو إشارة إلى عقود بيع وشراء وقعت مع شركات استثمارية في أعوام 2014 و15 و16 وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة. وكان ديوان الرقابة المالية قد كشف عن مبلغ قرابة المليار دولار لمصروفات الكهرباء على طاقة غير مستسلمة خلال السنوات الماضية.
هذا وأعلنت وزارة الكهرباء توقيع عقد جديد مع شركة سيمنز الألمانية لإجراء صيانة طويلة الأمد بمحطة الرميل الغازية. قالت الوزارة في بيان إنها بدأت بإعداد خطة عمل لمشاريع الصيانة لتكون جاهزية الوحدات التوليدية حاضرة بدءا من الآن ولغاية ما قبل الصيف المقبل، لافتة إلى أن هناك طموحا لتدريب ملاكات الوزارة على تشغيل وصيانة المحطات وإكسابها الخبرة الفنية. في السياق، أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة البدء بالمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع العراق خلال الشهر الجاري. قال الخرابشة أن مرحلة الربط الأولى ستكون جاهزة قبل نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق يجري تنفيذه على مرحلتين. زحامات خانقة وطرق متهالكة، هكذا هو الحال في سريع قناة الجيش ببغداد، إذ لم يكن موقع هذا السريع الاستراتيجي كفيلا بمعالجة البنى التحتية المتهالكة في هذا الطريق. طوابير من العجلات وازدحامات خانقة عند أغلب أنفاق سريع قناة الجيش ببغداد، فلا منظر يسر الناظرين هنا. تهالك البنى التحتية انعكس سلبا على أصحاب المركبات من ناحية هدر الوقت وتحويل الطريق من سريع إلى شارع مزدحم. بالنسبة للطريق، يعني الحكومة صحيح تشتغل، بس هذا كم مرة سوى عليه الصيانة؟ الصيانة ما بيها جدوى، بدنا نتعدى السيارات الصغيرة كلش تتأذى. لأن البنية التحتية منتهية. حسب يقولون بنية تحتية، يعني هم هاي الدولة اللي يحكون فيها المهندسين العلماء اللي عندنا يقولون بنية تحتية، ماكو بنية تحتية أساسا، ماكو. بالإضافة لأنه الطرق كلها مو معبدة مو عادلة، فنصلح له كل ما قاعدين بكامل. مواطنون طالبوا الحكومة بوضع الحلول الناجعة عبر إعادة تأهيل هذا الطريق منعا لازدحامات طويلة وتجنبا للحوادث المرورية بسبب الحفر والتخسفات. ازدحامات مو طبيعية، ازدحامات وشارع مفلش، يعني السيارة ما تقاوم هسه، يعني كل خمس اشهر اربع اشهر لازم تفتح صدر 200,000 300,000، الله شاهد ورق، يعني شارع مو طبيعي، شغلته تعبانه فرد نوب كلش كلش. والله العظيم اليوم هسه وراي بطريقي ممكن حوادث اثنين من وراء الطسات. وتؤثر ازدحامات طريق سريع القناة اقتصاديا في استهلاك العجلات والوقود وفي تهالك السيارات، ما يستدعي شراء قطع غيار جديدة بسبب المطبات، فضلا عن أخرى تأثيرات بيئية نتيجة استمرار الاحتراق لمدد طويلة. على الرغم من حملات الإعمار لهذا الطريق الحيوي، إلا أن معاناة أصحاب المركبات بقيت مستمرة بسبب التخسفات والازدحامات، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول للطرقات المتهالكة. زينب ستار، قناة الرابعة، بغداد. أصدر وزير التربية أمرا وزاريا بإعفاء مدير تربية صلاح الدين أوميد محمد وتكليف جمعة لطيف شهاب بديلا عنه. وكشف مصدر محلي أن قرار الإعفاء جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الأخير بإعفاء عشرات المديرين العامين الوكالة والأصالة في المحافظات. كشفت مستشارة رئيس الوزراء سناء الموسوي عن مقترح لشمول المتسولين برواتب الرعاية الاجتماعية. قالت الموسوي أن نسبة الفقر في العراق تبلغ 21% في وقت يتسلم فيه 6,500,000 شخص رواتب رعاية، مشيرة إلى أن حجب رواتب الرعاية عن القادرين عن العمل غير مطروح حاليا، مشددة بالوقت ذاته على ضرورة إخراج الشباب من بيانات الرعاية الاجتماعية. لم تكن مشاريع السكن في ذي قار كفيلة بالحد من الأزمة بسبب ارتفاع أسعار هذه المجمعات، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين هناك وجعل من الحصول على دار ملك حلم صعب المنال. اقتصرت المشاريع الاستثمارية في ذي قار على مشاريع السكنية التي يصعب على أغلب المواطنين التملك فيها بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بسوق العقارات.
الأمر الذي جعل أزمة السكن قائمة بلا حلول. حاولنا جاهدين في بداية الأمر أنه نوجه توجيه عام إلى كل المجمعات السكنية بما فيها المجمعات اللي منحت سابقا ومنحت حاليا يعني منتهي اليوم بتشكيل فريق عمل متكامل من موظفي الهيئة وتوجيه اندارات مستمرة وتذليل عقاب المستمرين. هنالك خطين اشتغلنا عليهم. الخط الأول هو توجيه اندارات وللمتلكي الذي ليس لديه جدية حقيقية، وهنالك يمتلك جدية حقيقية من المستثمرين، فقمنا بمساعدته من خلال تسليم موقع الأرض، تذليل الصعاب، المواجهة الكثير من الأمور. أكيد كل عمل فيه متلكي، يعني كل عمل في متلكي، هنالك امتلاك متلكي، ولكن تم سحب الرخص وعادت الرخصة للجهة المالكية أو إعلانها من جديد للمستثمر الجديد. يعني أصحاب الدخل المحدود يرون أن هذه المجمعات لن تحل أزمة السكن التي يعانون منها، كونهم لا يستطيعون شرائها، فأسعار بعضها تصل إلى نحو 100,000 دولار، مطالبين الحكومة بمجمعات ميسرة بإمكانهم التملك بها. نريد نسلط الضوء على موضوع كلش مهم ويهم شريحة جدا كبيرة، سواء كان موظفين أو الناس المدنيين أو العاديين، اللي هي المجمعات السكنية. بسبب سوء إعطاء أو استثمار المجمعات السكنية لأصحاب المجمع بدون إجازة بدون رخصة، هسه خلينا نقول رخصة موجودة، بس هي العلاقات الشخصية اللي تحكم، خلت أكثر الناس اليوم ما يقارب المجمع مالته 3 سنوات 4 سنوات متلكة. فنريد يعني نوجه رسالة من قناتكم الموقرة أنه المشاريع القادمة أن تكون ذات مهنية عالية وتنطي للمستثمر اللي يكون عنده رصيد. العجز السكني تقريبا عندي أنا 40,000 وحدة سكنية محتازة محافظة، يعني مركز المحافظة ذي قار بس ناصرية، بس 40,000 أنا عندي بين عدد القطع الموزعة وعدد الوحدات السكنية. يفترض أنه مركز قضاء الناصرية، مركز كقضاء، يفترض أنه أنا ما عندي عجز. للأسف العجز باقي، وحدات الإداء السكنية الاستثمارية بعد تبدأ تتوزع وتنطي فرصة استثمارية، والقطع جاي تتوزع قطع سكنية وإحنا بعدنا بالعجز. معظم الأراضي التي تقام عليها تعود للدولة وتمنح للمستثمر بمبالغ رمزية، وغالبا لا يتمكن الفئات المستهدفة من الحصول على سكن في تلك المجمعات في ظل الأسعار الكبيرة لها. من ذي قار، نور صادق، الرابعة. أهلا بكم مجددا. من الشأن المحلي للدولي وتحديدا في لبنان، بدأت شركة برايم ساوث بتشغيل معملي الزهراني ودير عمار بعد تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب الميقاتي بدفع مستحقاتها. وبحسب وسائل الإعلام أن ميقاتي اتصل بالرئيس التنفيذي للشركة وتعهد بدفع مستحقاتها بقيمة 7 ملايين دولار مقابل تشغيل فوري للمعامل. وفي وقت سابق دخل لبنان في عتمة شاملة بعد توقف الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني عن التشغيل بسبب عدم حصولها على مستحقاتها بالعملة الأجنبية. ومن لبنان إلى فلسطين، أجرت المقاومة في قطاع غزة تجربة بصواريخ بعيدة المدى أطلقتها تجاه البحر. وتناقلت وكالات إعلامية فلسطينية أنباء عن إجراء المقاومة في غزة مناورة بإطلاق أكثر من 50 صاروخ في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي على الأسرى، ولا سيما في سجن النقب الصحراوي. هذا وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي ضد المواطنين الأسرى. وأكدت الفصائل خلال مؤتمر صحفي في غزة أنها ما تزال في خط المواجهة الأول مع الاحتلال. رسالتنا لشعبنا الأبي بأننا على عهدكم بنا، وأننا لن نرضخ لإجراءات العدو الصهيوني، وما زلنا في خط المواجهة الأول، وسنلقن هذا العدو درسا آخر
في المقاومة والتصدي والوحدة إن استمر في عدوانه. ثانياً، رسالتنا للعدو أن حماقتكم ستقودكم مرة أخرى إلى خيبة أخرى، وإن أردتموها مواجهة مفتوحة فنحن لها، وإن عدتم عدنا. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. قبل 4 أشهر من الاقتراع، المفوضية ترجح تجاوز المرشحين عتبة 3000، وتستبعد تمديد تحديث بيانات الناخبين. في موعد أقصاه نهاية تشرين الثاني، المالية توجه بإنهاء إدارة المؤسسات بالوكالة، والدولار يواصل ارتفاعاته في الأسواق. عبر 4 طلاب المجموعة الطبية على نفقة الدفاع يشكون عدم صرف رواتبهم، والناتو يعلن توليه مهام إضافية في العراق. تابعتم في النشرة أيضا، لإجراء صيانات طويلة الأمد الكهرباء توقع عقدا مع شركة سيمنز، وربط مع الأردن يرى النور نهاية الشهر الجاري. إذن مشاهدينا الكرام، قدمنا إليكم نشرة خبرية تفصيلية من 4. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.